السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعي في حلقة جديدة من فاكتوريو، والحين وراي البحث العلمي العسكري. لا وين صار هني؟ كان هو نفسه ظني اللي هناك، هي نفسه. خلص بمسوي عيد بسوي البحث العسكري. اين انت يا بحثي العسكري؟ هذا هو. اعطاني تقريبا كل شيء عندنا في التصنيع. ما ظني التمشي ما حطيناه في التصنيع. انا هذا اللي قاعد ادور عليه، اللي هو في المكان. يا حبيبي يا ابوي، شوفوا 24/7 هجوم، 24 ساعة هجوم يهلكون الواحد. والله يهلكون الواحد. لكن الحين من يصير بحث العلم العسكري، بصلح ما له داعي. هاي يصلح الروبوتات، خلهم يحطون هذا بعد ونشوف شو يبغون. لكن لا لا ما لا لا يطاق، مش طبيعي. خسم وين هذا؟ هذا هذا تعال تسوي لفوق اتجاهه، بحط الافران فوق. بنحتاج من الكبر هذا مرة ثانية. بعد عدوين بحط الافران مال هذا هني، هاي بحطيها تحت. اوكي، وهذا هني، وهذا هني. مدعية لا ما ينفع، مدعية ما يمشي الحال. كهرباء تني شوي كم فرص شو اسمه. اقرب احبه بس ما قربته، بس طف. اتس اوكي يعني مش قضية. ليش اقول مش خبير؟ ان احنا اصلا بيروحن الافران. ممكن احق بحث الليزر ترى، ابى استعير بحث الليزر. فران كله كهرباء. واحد اثنين، ما اعرف اذا يستاهل وضع افران كهرباء، بس يلا ما يقول اكثر. لا هذا لازم يكون من ورا. وعواميد كهرباء من هنا. شوف هذا الترتيب تقريبا ما تغير. بس هالمرة شو سوينا؟ استعجلت في الفران، لكن ما اعرف مدى شو. لحظة، اذا هاي بنحط لهم. انا انتج اصلا استاك انسرترز. سؤال، هذا السؤال الصحيح. انا اصلا انتج استاك انسرتر. ها ما بالفحم من هنا، ما براي زين. لان هنا شو بحتاج اصلا يدخل؟ ستيل موجود، ستيل مو مشكلة. كبر بليت بنجيب من هناك. هذا بيتسوى عندنا ستيل وكل. شوف بحتاج فحم، بس في فحم عندي يعني، لك في وايد فحم عندي. زين هذا بيشيل سامان عند هذا، معناه ان هذا الخط بيكون شو
هذا بيكون بليت العادي. تغير اتجاه الطائر. زد تغير اتجاه سريعا جلدي. نيب هذا الى هنا. هذا رقم، هذا رقم واحد. يود في ليتات هنا؟ لا ما في ليتات، خلنا يبغون ليتات. وصالح سر ليلة وين وين؟ هاي سوالف تكتيك يعني. من الواحد يضبط شي مو تمشي صح، لكن اذا ما ضبط يا هي شغلة. انزين خلنا نصير نبي لنا كبر بليت، لازم نجيب جيب 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 بيب فحم. وين هجوم هالمرة؟ في عندهم شي هنا؟ خرب بيتهم، خلنا نلحق عليهم يمكن خاف يدخلون والله. مع ان دفاع المفروض يكون ممتاز يعني. ابو ليزر طلع، ابو ليزر الحين بسوي هذا بحث العلمي. هذا عندها في المنتج. الحلو انه اذا انهدم شيء الجماعة يردون يحطونه ترى. لكوني زين. يلا ابراهيم لحظة اقول لك بس هني مشكلة، مش هني مشكلة، انه لازم خلي هذا هني وخلنا نطول هذا هني وخلنا نحط هذا هني. نزيد دباها حبة شوي، احس انه بيسوي فرق. مجرد احساس، انه احساس بالامان. زين ابو ليزر اساس الليزر بعد قوي ترى. فريم ثروار بعد، في فريم ثروار هنا. السالفة هني ليش موقف انتاج؟ الغاز ليش فل؟ هذا ليش ما ينتج بطارية؟ شو ناقصنا هذا بالضبط؟ هذا ما قاعد يشل هذا اصلا، مو مشكلة. مشكلة انا اقول شو السالفة. عندي مصنع ناقص الحين، خلوه يخفي الغاز ونشوفه. يلا وين الحين هذا اساس نعرف وين الحين. انا سفنق اظني كنا ضيعنا ترى. ميليتاري ساينس، والله اظني غلط بعد. ميليتري غلط اصلا، انا متاكد انها غلط. انزين هذا نحطه هني سبلتر، ما بسوي لنا انا. لا لا لازم انتاج الاحزمه، هذا لحقه بروحه. شو نسوي؟ شو كيف نحط انتاج الاحزمه؟ وين نحط انتاج الاحزمه؟ وين وروحه يبغى لحقه بروحه. خلنا نشوف. اوكي اذا هني ما انا غلط، انا في اللي فوقه بالضبط. هني يبغى ستيل. لحظة شوي
اللي هنا خلنا نفضي هذا، فضي هذا، فضي 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 مرة. زين شو بيستوي الحين؟ بيستوي ان هاديل بنكسلهم، بنحط مكانهم شو هذيل، وهذيل بنكسلهم بنحط مكانهم شو هذيل، أربعة هنا أربعة هناك. أوكي زين، وانتو تجيبون الستيل تحقونه دايركت وين؟ محتاج، لا اوكي بيكون في دي النحطة ما كهرباء. خلاص هاي اللي بيسوي لنا ستيل الحين دايركت طابي الى اللي هو يعني هاي يسوي هذا، هذا ستيل وكوبر بليت. كوبر بليت يبالنا فحم، الحين بنبهن بس خلينا نجيب كوبر بليت من تحت. الحين قام يسوي شوفوا، الحين اسرع شوي بس عندنا وايد ناقص اصلا، موقف من الصبح سبت الغاز هذا خايس. الصبر ابا دام اني قاعد اشتغل هني في السوالف سبيد موديولز نشل شوي من هاي، ابا سبيد موديولز قد ما اقدر احصل حاليا نسرع انتاج في كم شغله. نسرع انتاج كم شغله، شو ناقص النبان السيركت الخضراء؟ عندي يوراني في النص ترى، رجعت اسوي بشي خلاص فل هاي البعد. يلا قلنا سوي نمو البعشرة نمشي عند سبلتر هاي نمزي هذا هني نحطي السبلتر اوكي لازم ما يستوي، توقعت يستوي اوكي. الحين هي موضوع توصيل موارد اكثر من ان موضوع تكتك، الموضوع ما يبغى له وايد. اوكي اوكي نشوف الصوب الثاني بعد شي يباله. زين الحين هذا بنبي جبنا لكم هذا ايوه هني واحد منهم اللي هو بيكون، لا بيكون انا عندي هذا غلط، المفروض ما اشبكهم مع بعض صح؟ يب هاي يبون ستيل، هاي ما يبون ستيل، ما عليه مشكلة. وش الستيل اللي هناك اللي اصلا مفيدكم في جيبي؟ يون هنا شوف التوصيلات هاي بعض اوقات، بعض اوقات مش دايما سونها تطلع روح، بس الله مهمة، الله انا مهمة مشكلة. تخيلونه لا تخبصون، لا تخبص في التوصيلات ابدا، وبتخبص يعني انا بعد اني اخبص في التوصيلات من هاي اللي مسوينهم قبل ترى. اللي تابع الموسم اللي قبله
انا مسويات الموسم الماضي، انا مسوينها مع بعض. خلي اشيل الستيل وانا هناك. تعال انت مباك سبيد ودلس، اطلع سبيد ودلس وسوي حق اللينات اللي هناك. انزين تعال، انا جيت الحين مع البليت يبغى فحم، فو الحين لازم ندخل في الوسط فحم. بس الفحم شو بسوي؟ كم يبغى الفحم هنا؟ اقول لك اشيل هذا حاليا. انزين هذا شو يبغى له؟ بريت يبغى له حطي ليبل عليهم ولا شو نوع من العلامات يا جماعة؟ هاي لوين يروح؟ احمر زين هني. اوكي هذا بليت، بليت دق سبلتر. الاحمر شوف شي ينتج الخط، بس ما يقول عادي. شوف شي ينتج لكم هني، بيحطون على الخط هذا، بيشلون من الخط هذا. شو بيشلون؟ هذا بيشلون من جير، من جير كفر بليت. طنيت مليني، خلنا نتأكد. لا اوكي، خلى الحين خلى يبدون ينتجون. خلى نفحم فحم بعقوين مع البليت، لازم اعقصه. يب ما يبغى له شيء عادي، حتى ما له داعي اظن يكون موجود داري. خلاص يعني لا، هاي لا بس حركة في التاريخ سويها. انزين هذا يعني سوينا اندر جراوند بيلت. شوف هاي الحركة جميلة صح؟ اني ابني عن طريق الرادار. شوف الحين بس خلو بند الوف. اوكي عرفت سويت صح؟ بطلت الموب عن الموب، دقيت شفت وبلت، بس ما سويت شيء ثاني وريحت راسي من الصدع. وين صار هذا؟ زين هذا زين وصل مع الصبح. بعدين عندي كهرباء وايد اظني، جيجا جول عندي 1.2 جيجا جول. شو الانتاج ممتاز، ما يبغى اكثر. زين يا صديقي الفحم، تعال
اول شي هذا نلغيه الحين. هو بس وهو التصميم يعني جزء من الشغلة، لكن التوصيلات هي الشغلة الفعلية اللي الواحد. توصيل الموارد هو عادي، الحين احنا نسوي توصيل الموارد، التصميم موجود عندنا، سويناه بلو برنت. تذكرون في الموسم الثاني تكلمنا على البلو برنت وش تسوي في البلو برنت والامور هاي كلها، فاتمنى الحين تذكرونه. يعني ما تذكرون سيروا عند ال يهجمون، والله يهجمون هجمات قوية ترى، ما قام يقفل الوضع. لازم انا امتد هني وبشيل البحر اللي على اليمين، لانه شوفوا عندي هني فحم، عندي فحم بسوي طاقة هني، مصنع طاقة صراحة، لازم اسوي مصنع طاقة جديد، مصنع طاقة كهرباء. ها ما اظن بيكفي بروحه. ما اظن لان عندي بلوشن بعد عالي حسب كذي يوم تشوفه بينو من اليسار بعد. الحين هاي شغلة ثانية، انت شنو ناقصنك؟ لحظة، إذا أنا ترست هذا بهاي الطريقة بتوهق. يبغى لي برونز، فحم ما ينفع وزع التنين، ولا بالأحرى هذا ما ينفع وزع من هني. بيطلع لنا كم سيل ونص. زين هي هذا الطريقة هاي هذا هنا، بنشل الفحم اللي في الخط كله، بنحط لنا هذا، بنوزن الفحم. توصيلات قلت لكم، توصيلات طالعونها 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 مع الوقت استوي. اسمع الحين انا من فترة ما لعبت فاكتوريو، وتوي راجعين كم حلقة الموسم، ولا اقول بعد بخربط، بدينا الحين ولا بعدين، عارف الشغلة الخايسة. انتج انتج خنابل بوي انتج نوبا بلو ساينس جري ساينس ميلتري ساينس. زين شو كنت ابغى بعد؟ هنا المفروض يطلع لنا الانتاج النهائي، بس هذا شو ناقصنا؟ تعال 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 انزين، شو ناقصنا؟ خلاص مش ناقصنا شيء، خطوط صحيحة. ليش احس ان هني في شيء لازم يكون؟ اوكي انزين، حطي هذا هني، خلاص وصل لك كل شيء. الحين لجد الجد
صاروا من هنا. أنا تعرفوا من بيرد تذكرون صح؟ لازم نرد البداية آخر الدنيا بعيد. ما عندي ريكوستر تست بعد، ريكوستر تست بعدين. وين صار هذا؟ هذا لازم اكتب عليه ريسيرش سنتر. اما كبت اللتر اوكي عادي. الحين هذا من يكتمل نيبو وين داخل. ها بتكون مهمة صعبة ترى، والله تكون مهمة صعبة. صراحة حسبتكم بتكون مهمة. فيها وايد لف الدوران. اوكي بيب من هني. هذا بغيره لين وين؟ هذا بغيره من هني لين هني. اوكي شيل هذا من هني، غير خط الطبيعي. شيل هذا من هني. وين الخط مالي هذا؟ انتو تعرفون هاي التوصيلات في المستقبل شو تبي؟ والله انا بتصيحني على كثر التوصيلات اللي قاعد تسويها بعيدة بعد. انزين ابغى اقص هذا من النص، نحط هذا هني. ابغى اجيبه بطريقه. هاي الطريقة بس هذا مشكلة بيخرب. شوفوا هذا بيدخل في هاللين، فشو بيسوي؟ يجيب هذا هني. بشل اللي موجود اوريدي كامل. ها مشكلة كذا بوزع الحين على الريسيرش سنتر مش خوية. وين صار؟ نبو برايه بعد قام كم واحد طف وزع. عندي شيء ريسيرش بعد؟ لا. فشو بسوي الحين؟ سيدا اول شيء بسوي له بحث الليزر. تعالوا نزل كم يبغى صار؟ 200 على طول. 200 اخرب بيتك. انزين خلينا نشوف الحين تازيت. والله هجوم ما يوقف ترى، تازيت تعبانه وايد تعبانه. زين
نعطيهم هنا. خلنا نشيل حبة واحط السبيد مودل زين. اوكي نشيل حبة هنا نعطيها هنا. شو سرعهم شوي بيكون اسرع شوي الحين. طج تعال انت يا صديقي ما نبغاك هنا. لازم بحث الليزر. هذا كان البحث العسكري ووقت الحلقة خلص من زمان. نشوفكم في حلقة على خير ان شاء الله من فاكتوريو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.